رجعنا لكم من جديد في فير بلاي، مازال نحكيو على مقابلة السي اس اس وكذلك مولدية العاصمة الجزائرية وهزيمة السي اس اس البارح للأسف في المقابلة، بعد ما كان معنا في الساعة الأولى اللاعب الدولي السابق السي اس اس هيكل المامدية، كان خذينا كل التفاصيل الفنية الخاصة بالمقابلة، أيضا كان معنا الحكم الدولي السابق محمد بن حسين، حكينا على الحكم المغربي محمد الكزاز، أكيد تنجموا تلقاو الفيديو الإكسخي الكل على الباج فيسبوك نتاع إكسبريس اف ام وإلا إكسبريس سبور، نشوفوا أهم ما صار من كواليس رحلة نتاع السي اس اس مع زميلنا مبعوثنا الخاص الجزائر الفاضل بوجنيح. فاضل أهلا بيك. مرحبا بيك سلام، مرحبا بالسادة المستمعين. باهي، أول حاجة الحمد لله على سلامتك، طمنا ظهر لي البعثة الكل وصلتوا لاباس لتونس منذ قليل. الله يسلمك اسلام، بالفعل كانت تقلع الطياره اسلام في حدود الساعه 11:20 دقيقه من مطار الهواري بومدين في العاصمه الجزائريه، وكان الوصول لمطار سقسطينة الدولي تقريب نص النهار و20 دقيقه، معناها ساعه، معناها الفول دام ساعه. الحمد لله ما كانش معناها متعب الفواياج، البعثة الحمد لله الكل بخير، الناس الكل بخير والحمد لله، وصلت الناس كلها بس كما قلت لك ما فماش تعب، ولا بروف الإطار الفني خير انه دوبلاش وصلت حطت الطائرة بمطار سقف طينة. كانت الحافلة في انتظار جميع اللاعبين، وتوفر وتحول معناها كافة الوفد الملعب الطيب المهيري، وكان اللاعبين توا معناها قاموا بحصة خفيفة تمارين لإزالة الإرهاق نتاع المباراة نتاع أمس، أخاطر ما قامش النادي الساقسي بحصة تدريبية بعد المباراة في الجزائر، أخاطر المباراة دارت البارح في الليل مؤخر وسط ظروف مناخية قاسية، كانت الأمطار كبيرة وكبيرة برشا إسلام. واليوم الصباح تقريب الوفد فاقوا بكري شوية، فقنا بكري شوية في حدود السابعة، الساعة السابعة صباحا أو السابعة ونصف صباحا، قمنا معناها بالخذينا الابتداج نتاعنا وبعد تحولنا ديريكت موند المطار إسلام، وكان كما قلت لك الإقلاع في حدود الساعة 11:20 دقيقة، دونك تحولوا جميع اللاعبين للملعب الطيب المهيري إسلام، والحمد لله معناها الرحلة كانت ممتازة. الحاجة الوحيدة المؤسفة هي النتيجة نتاع المباراة إسلام. باهي، أعطينا أهم الكواليس نتاع الماتش فاضل، شنو صار البارحة؟ كيفاش تفسر أسباب الهزيمة؟ كيفاش المدرب خاصة الملاعبية فسر أسباب الهزيمة؟ ولو أنه ما فماش تصريحات، علاش هذايا ديسيزيون خذوها الإدارة ولا شكون بالضبط فاضل؟ لا والله اسلام، البارح بعد المباراه معناها الناس الكل كانت معناها نقول نجم نقولوا ديفي، معناها الناس الكل كانت اصابتها خيبه امل معناها من المردود اللي قدمه الفريق، خاصه المردود هذا كان مغاير تمام المردود اللي قدمه نادي الرياضي السقفي في مباراه النادي الافريقي واللي انتصر فيها النادي السقفي الثلاثيه. النادي السقفي خسر شوط اول كامل، كان تقريب غايب في الشوط هذا النادي السقفي، والشوط الاول هو اللي قبل فيه زوج اهداف، ما فما حتى محاولة هجومية للنادي الساقسي في الشوط الأول، كان قبل برشا اللعب، النادي الساقسي اللاعبية حتى الإطار الفني ماهوش فاهم شنو اللي صار في الشوط الأول، كان ثم بعض الأخطاء القاتلة، أخطاء دفاعية قاتلة، معناها نعرفوا الهدف الأول مثلا كان خطأ قاتل من اللاعب محمد علي جويني، الفريق الجزائري عكس على أثره الهجمة وتمكن على أثره من تسجيل الهدف الأول عن طريق لاعب الفريوي. وخط الوسط الميدان باستثناء اللاعب نبي كامارا كان غايب تماما، اللاعب هذا نبي كامارا اسلام هو شكل مفاجأة سارة لحبة النادي الرياضي الساقسي. نبي كامارا اسلام عمره 19 سنة، والمباراة هذه أول مباراة رسمية يخوضها مع فريق النادي الرياضي الساقسي، تخيل أنت لاعبي صغير اسلام وفي رابطة الأبطال الإفريقية في دور معناها التمهيدي أمام فريق كبير وكبير برشا اللي هو مدير العاصمة الجزائري، اللاعبي بالفورس دو كاركتير نتاعو خرج براتيكمون معناها لون دي ماتش، وهذا في شهادة الأخوة الجزائريين. صحيح، حتى هيكل المامدية يحكى عليه برشا. افكتيفمون اسلام معناها سي تام جوار دو غران بوتونسيال، عنده بوتونسيال كبير برشا، ان شاء الله ياكد في القادم المباريات وقادم المواسم اللي باش يلعبها مع فريق النادي الرياضي الساقسي. دونك قلت لك بعد المباراة اسلام ثم حالة نتاع احباط، كسوا عند اللاعبين، كسوا عند الاطار الفني، كسوا عند حتى الاطار الاداري للنادي الرياضي الساقسي. كما قلت لك ما فهموش شنو السبب في معناها في المردود الكارثي، خاصة في البريمير ميتون، الدوزيام ميتون صلحت شوية معناها المردود، صلح شويه المردود نتاع النادي الرياضي الساقسي، لكن ما كانش بالخطوره اللي انتظرناها ولا اللي انتظرها الاطار الفني ولا اللي ينتظر فيها جمهور النادي الساقسي، كانت ثم تغييرات خاصه مست خط الوسط، خطوط معناها خروج اللاعب النيجيري سوكاري، سوكاري كان قدم مباراه سيئه وسيئه جدا، دخل في بلاصته محمد علي منصر، ارتاح شويه خط وسط الميدان، لكن هاك الفاعليه قدام الكاج ما كانتش موجوده.
تحسن زاد شويه وقت اللي تخلى اللاعب زكريا المنصوري لاعب الجزائري زاد تحسن المردود نتاع نادي الصفاقسي، لكن كيما قلت لك الفينيش والمعناها ما كانش موجود، وخاصه الخطوره المرجوه من فريق نادي الصفاقسي كانت غايبه عليه في المباراه هذه اسلام. دونك كيما قلت لك ديسيبسيون كبيره للوفد اللي تحاول الجزائر البارح في الليل، معناها كيما قلت لك المناخ كان امطار كبيره وكبيره برشا، امطار بريسك طوفانيه في العاصمه الجزائر، وكانت تهطل اثناء المباراه وقبل المباراه وحتى بعد المباراه. لكن الملعب 5 جويليه ملعب ممتاز وممتاز جدا من ناحيه الدريناج، معناها الارضيه ما تمسدش برشا بالامطار على خاطر الدريناج معناها موجود معناها بارتو في الملعب، ما كانتش هكا الماء اللي يقلق الملاعبيه اثناء اللعب. لكن بعد المباراة ديريكت حتى اللاعبية خيروا باش يلتحقوا بالغرف في النزل باش يدوشوا ويعملوا الدوش نتاعهم، الناس الكل خرجت روحت، ما كانش فما هيك الهامش الكبير باش نحكيوا مع اللاعبية ولا حتى مع الإطار الفني. دونك كيما قلت لك الناس الكل شعر بخيبة أمل، لكن الحاجة الباهية أنه اللاعبية تحدثنا مع العديد منهم في أثناء رحلة العودة ولا حتى بعد المباراة إسلام، عاقدين العزم باش يرجعوا في نتيجه المباراه، عارفين ارواحهم قصروا في حق النادي الرياضي الصفاقسي، عارفين ارواحهم اللي المردود هذاك ماهوش المردود المستنسين يقدموا فيه ولا ماهوش المردود اللي يخول لهم يكونوا متواجدين في الادوار الاولى نتاع منافسات رابطه الابطال الافريقيه. دونك الناس الكل مركزه ان شاء الله على مباراه الملعب التونسي اول حاجه يوم الجمعه القادم نهار 1 جانفي ان شاء الله، وبعد مباراه العوده يوم الاربعاء القادم امام فريق مولديه العاصمه الجزائري، خاصة انه التاريخ نتاعه في الساقس مولدية العاصمة معناها تاريخ النجم نقولوا اسود بالنسبة له هو، وين ما يجي لهنا تقريب المباريات اللي جاهم الكل كان انهزم بنتيجة عريضة نتيجة 4 أهداف لصفر. ان شاء الله النادي الرياضي الساقسي كما نقولوا احنا كان في منافستين انهزم 4-0 فريق المولدية في الساقس، كما يقولوا الفرنسيس ان شاء الله جامي دو سون تروا، ان شاء الله الثالثة تكون المرة هذه من نصيب نادي الصفاقسي كالعادة ويربح 4-0 إن شاء الله يتعدى للدوري المجموعات، رغم معناها الأمر مو سهل الحكاية ما سهل إسلام، لكن إن شاء الله يقع تعديل خط وسط الميدان برجوع اللاعب كريسكو أكو لاعب إيفواري، وإن شاء الله معناها بكونفيرماسيون من عند اللاعب نبي كامارا، وثم علمنا أنه بعض التغييرات تنجم تمثل الخط الأمامي في قادم مباريات النادي الصفاقسي خاصة من ناحية الرواقين. الرواق ثم اللاعب الليبي محمد صولة كان أكد معناها المستوى نتاعو رغم اللي ما لقاش مساندة من طرف والله فاضل ما كانش فما لاعبين الكل لقي مشكل، هو بون حتى هو زاد سرينا منه أكثر حتى هو صولة فاضل، لكن إسلام صدقا صولة وقت اللي البارح نتفرج ومركز معاها صولة وقت اللي يشد الكرة إسلام ما يلقاش كالسوتيان المساندة من اللاعبين نتاع وسط الميدان. قلت لك راهي منطقة احنا نسميها في كرة القدم اسلام في الصحافة ولا حتى الفنيين يقول لك منطقة أم المعارك، مش معناها أم المعارك المنطقة هذيك هي اللي تخليك تربح المباراة. نتذكروا أن النادي الصفاقسي معناها أثناء الفترات الزاهية نتاعو على مدى التاريخ نتاعو كان ثم أخطاء في خط وسط الميدان، نجم نتذكر لك أنا قبل سفيان الفقيه اسكندر الصويح، بعدهم جاء الجيل نتاع باب ماليك بوجلبان، بعد شادي الهمامي شاكر برقاوي معناها كانت ثم ملاعبيه كبار، بعدهم جاء الفرجاني وندونغ الفرجاني ساسي وندونغ. دونك اللاعبين هذوما هما اللي معناها ينجموا يحسوا لك الفارق في مباريات الفريق الافريقيه، لكن وقت اللي يبدا عندك خط الوسط الميدان ما يساندش هجوميا وما يقومش بالتغطيه دفاعيا تولي لك مشكله. كما قلت لك نقطه الضوء الوحيده اللي كانت في مباراه امس هي المردود الكبير وكبير برشا اللي قدمه اللاعب نبي كامارا. علاش قلنا كبير وكبير برشا؟ خاطر اول مباراه ليه معناها تقريبا الناس الكل مركزه معاه امس، الناس الكل ما نكذبش عليك انا شخصيا يدي على قلبي اسلام في المباراه، خاطر كما قلت لك اول مباراه رسميه وهو عمره 19 عام ما كانش بالسهل باش يدخل في المباراه هذه. نرجع لخط وسط الميدان قلت لك هو اللي كان غايب، ما خلاش اللاعب محمد صولا يقوم بالمردود نتاعو اللي قدمه فريق في نادي مباراه النادي الافريقي. دونك ان شاء الله بعض القيام بعض التغييرات وبعض الاصلاحات في خط الوسط ينجم النادي الصفاقسي ان شاء الله يمشي لبعيد كسوة في البطوله الوطنيه والا الفرع تراب في مباراه نهار الاربعاء الجايه ضد المولديه اسلام. واضح، يعطيك الصحه، شكرا لك فاضل بوجناح على كل هذه التفاصيل اللي مديتنا بها خاصه بكواليس رحله النادي الصفاقسي للجزائر. بعد شويه باش يكون معنا محمد بن براهم الكاتب العام لهذا الشاب، نحكيو على بيان اللجنه الاولمبيه، البيان اللي هبطوا الى الشابه بخصوص اللجنه الاولمبيه وادانتها للجامعه. وديع جريري رئيس الجامعه التونسيه لكره القدم. فاصل.